السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أقامت شركة شاومي اليوم حدثا ضخما في بكين الصين تحديدا، حيث قدمت أحدث الهواتف الذكية الرائدة لها الشاومي مي 11 والمي 11 برو، بالإضافة إلى أحدث إصدار من واجهتها المخصصة الإم يو آي والتي تأتينا تحت اسم إم يو آي 12.5. شاومي قدمت تحسينات هائلة على هاته الواجهة. سنتعرف معا في هذا الفيديو على كل ما قدمته شركة شاومي مع المعالج الجديد الام يو اي 12.5. وقبل ان نبدأ لا تنسى الاعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك، واذا كانت هذه اول مرة تشاهد قناتنا اشترك الان ولا تضيع هذه الفرصة. سيكون هناك فيديو قادم على المي 11 والمي 11 برو، ودائما لدينا كل الأخبار الحصرية التي لن تجدها على أي قناة أخرى، وشكرا. أوضحت شاومي أن الاسم يجعل التحديث الجديد يبدو وكأنه شيئا ثانوي، بما أن كنا مع MIUI 12 العام الماضي، لكنها في الواقع خطوة كبيرة للأمام، وستكون هي ما يشغل جميع أجهزة شاومي في عام 2021. ولم تكشف الشركة عن سبب قرارها الابتعاد عن الرقم 13، ولكن هذا غير مهم. ويأتينا MIUI 12 5 الجديد بتحسين الجماليات والتصميم المرئي، حيث قارن المدير التنفيذي لشركة شاومي على خشبة المسرح اليوم الواجهة مع واجهة iOS التابعة لشركة أبل، وقال إن تأثيرة الانتقال هي نفسها إلى حد كبير، كما قال متفاخرا أن شركة شاومي هي الشركة الوحيدة التي تقدم أقل تطبيقات النظام مقارنة بشركة أبل، هواوي، أوبو، فيفو وميزو. ويستخدم الـ MIUI 12.5 ذاكرة داخلية أقل بنسبة 20% مقارنة بالجيل الماضي، ويستهلك أيضا الطاقة بنسبة 25% أقل من الجيل الماضي، مع انخفاض استخدام ذاكرة الخلفية بمعدل 35% عند الحديث عن التطبيقات. يعني التطبيقات التي سنجدها مع أي هاتف شاومي جديد ستكون الكاميرا، تطبيق المكالمات الهاتفية، وتطبيق الإعدادات. بالنسبة للسيكوريتي، سيسمح لك الـ MIUI 12.5 بمنع التطبيقات من الوصول إلى موقعك وبياناتك الخاصة والوصول إلى الحافظة، ولن تحفظ كلمة المرور أو المعلومات الحساسة الأخرى. أكثر من 10 هواتف ذكية مؤهلة لأول إصدار تجريبي مغلق لهاته الواجهة، والذي سيقتصر على الصين فقط. ستتمكن جميع أجهزة الميتين، يعني كل سلسلة الشاومي ميتين، سيصلها التحديث، الميتين العادي، الميتين برو، الميتين ألترا، الميتين تي، وغيرها من الأجهزة، بالإضافة إلى الريدمي كي 30 سيصله أيضا تحديث، وحتى بعض الهواتف من أوائل عام 2019 مثل بعض الإصدارات كالريدمي نوت 7 ومجموعة الشاومي مي 9. أصدقائي، كان هذا كل ما يخص واجهة شاومي الجديدة MIUI 12.5. أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. الفيديو القادم سيكون حول سلسلة الشاومي مي 11 التي أعلنت عليها. لا تفلت هذا الفيديو، فعلا شاومي قامت بشغل جبار على هذه الأجهزة. في النهاية أشكركم على المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك، سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء وشكرا.